السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بألف خير. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم كاب كيك بعصير البرتقال، كيجي رائع جدا، خفيف وبنين بزاف. غادي نحتاجو في المقادير 4 بيضات على درجة حرارة المطبخ، كأس من عصير البرتقال أو 200 ملل من عصير البرتقال، كأس غير مملوء من الزيت النباتية أو 150 ملل من الزيت، قشور برتقالة واحدة مغسولة جيدا محكوكة في الحكاكة اللي كتكون رقيقة، كأس من السكر سنيدة سكر حبيبات أو 150 غرام سكر سنيدة، 2 كؤوس من الدقيق الأبيض منخول، نفس الكأس دائما نخدو به القياس ديال الدقيق وديال جميع المقادير، أو 200 غرام من الدقيق الأبيض الفورص، كيس واحد من السكر فاني، 2 أكياس من الخميرة، كل كيس يحتوي على 8 غرام. وغنحتاجو بطبيعة الحال في أي كيك إلى 1/4 ملعقة صغيرة من الملح. الآن في إناء كنوضعو 4 ديال البيضات مع 4 معلقة صغيرة ديال الملح، قشور البرتقال، 150 غرام من السكر، وكيس من السكر فانيلا أو 1 ملعقة صغيرة من السكر فاني. بالطراب الكهربائي غادي نطربو السكر جيدا مع البيض حتى يتضاعف حجم الخليط ويولي اللون ديالو يتغير ويصير ابيض. هنا بعد ما طربنا السكر جيدا مع البيض حتى تغير اللون ديالو ولا ابيض وتضاعف الحجم الخليط 3 مرات، غنبداو نضيفو في الزيت تدريجيا، وحنا دائما كنطربو على السرعه اللي كتكون مرتفعه. الان غادي نضيف كاس من عصير البرتقال، بعد ما طربنا الخليط جيدا غادي نحيدو الخلاط الكهربائي وغادي نبداو نضيفو في الدقيق، دقيق منخول كنقومو نغربلو الدقيق قبل ما نضيفوه، من الاحسن نغربلوه 2 ديال المرات، كل ما غربلنا الدقيق مزيان كل ما الكيك كنحصلو على كيك اللي كيكون خفيف وهش. الان بالطراب اليدوي غادي نبداو نخلطو من فوق لتحت بهالطريقه هذه. الان غادي نضيف الدفعه الثانيه من الدقيق مع الخميره، وغادي نستمروا بنفس الطريقه كنخلطوا من الفوق لتحت حتى كندخلوا الدقيق جيدا في الخليط. الان كنجيبو اوراق الكاب كيك وكنحطوها في القوالب الخاصه بها، كنبداو ناخذو 1 ملعقة كبيرة من الخليط وكنحطوها بهذا الشكل هذا، ما كنعمروش حتى الفوق، كنعمرو فقط حتى النص، كنخليو ليها فين تنفخ وفين تجي طالعه، كنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل. الان هنا الا بغيتو تحشيوهم كتجيبو الشكلاط او المربى، كتاخدو الشكلاط كتقسموه على قطع اللي كتكون متوسطه وكتوضعوه فوق الكب كيك وكيهبط كينزل الوسط، كتستمر بنفس الطريقه حتى كتكملوا. ممكن ديروا الشكلاط او المربى، ملعقه صغيره من المربى حسب الاختيار ديالكم، او ممكن تخليوهم عادي غير هكا كيجيو رائعين جدا. بعد ما غادي نكملو غادي ندخلوهم الفران على درجه حراره متوسطه، كنخليهم حتى كيطيبو كيتنفخوا، عاد كنشعلو لهم واحد 3 ديال الدقائق من الفوق كيتحمروا، ومن بعد كنخرجوهم. هنا بعد ما طابو خرجناهم من الفران كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو طالعين كيجيو هشاش بزاف رائعين. كنخليهم حتى كيبردو تماما عاد غادي نزينوهم بالكريمه. الان غادي ندوزو باش نوجدو الكريمه، غادي نحتاجو 100 غرام ديال كريم غبره، غادي نضيفو عليه 4 لتر ديال الحليب اللي تيكون بارد مزيان، 4 لتر او 200 ملل ديال الحليب. هنا خص القياس ديال الحليب يكون مضبوط والحليب يكون بارد مزيان باش تطلع لينا الكريمه تجي قاصحه قبطراسها ما تسيحش لينا فوق الكيك.
هذا سر من الاسرار ديالها باش تجينا ما تسيحش في الكيك. الا كثرنا ليها الحليب غادي تجي سايحه، ما غاديش تقبط راسها مزيان. داكشي علاش كنديروا العبار ديال الحليب مضبوط، وكنديروا الحليب بارد مزيان، وكنطربوها لمده ديال 10 ديال الدقائق على سرعه اللي كتكون مرتفعه، حتى كنحصلوا عليها بهذا الشكل. هذا كتجي طالعه وقاصحه وقبطه راسها مزيان صافي، وكنحبسوا عليها تطرب. الان غادي نديروها في جيب حلواني باش نزينوا بها لي كاب كيك. كنعمروه مزيان بهذا الشكل هذا. دابا كنجيبو قطع الكاب كيك ديالنا بعد ما بردو مزيان، غادي نبداو نزينوهم على هذا الشكل هذا. كناخذو كل قطعه كنديرو فيها هكا، كنجيبو الدوره بالكريمه حتى كنوصلو الوسط بهذه الطريقه هذه صافي. وكناخدوها كنرشوها بالفيغنيسيل اللي كيكون ملون، او كتزينو حسب الذوق ديالكم. كنستمروا بنفس الطريقه حتى كنكملوهم في التزيين. كتجي رائعه في الشكل وحتى في المذاق، كنتمنى انكم تجربوهم. الان غادي نفتح لكم وحده باش تشوفوها كيف كتجي من الداخل. كتجي رطبه وكتجي هشيشه خفيفه بزاف ولذيذه. النكهه ديال البرتقال كتجي فيها رائعه. كيصلحوا في الكوتي او يديهم معهم الوليدات المدرسه، كيعطيونا كميه اللي هي كثيره وكيجيو خفاف ولذاذ بزاف. ما تنساوش ديروا جيم الفيديو الى عجبكم، شاركوه مع الاصحاب والاقارب باش تعم الفائده. شكرا جزيلا على الدعم والتشجيع ديالكم. ما تنساوش تشتركوا في القناه الا كنتو باقي ما مشتركينش باش توصلوا دائما بالجديد. نتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله.